قد بعض هؤلاء الشباب يجيب عن هذا التساؤل بأنه هذه المظاهرات رغبة في الحكم المدني وإسقاط الانقلاب العسكري الذي قام به البرهان في 25 من أكتوبر كما يقولون، هل تتفق مع هذه القراءة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعني أقول أول مسألة الثوار وكون ثورتهم لم تبلغ إلى ما كانوا يصبون إليه وانتهت في نهاية المطاف إلى تطلعات الساسة لا تطلعات الثوار. فتطلعات الساسة كانت محاولات اختطاف الثورة ومحاولات المحاصصة وتحقيق أكبر كسب في المرحلة الانتقالية، كانت هذه رؤية الساسة، وبالتالي انقطع الطريق على الساسة ولم يستطيعوا أن يحققوا ما يريدون. يبقى هنا الشباب الذي كانت تطلعاته غير ذلك، تطلعاته كانت عملية التغيير وعملية التحول والوصول على الأقل إلى دولة تسودها حالة من التعددية والحريات وأن يكون الثوار نفسهم مشاركين في عملية التحول. أعتقد هذه الشريحة من الشباب ستظل في نهاية المطاف تتحرك في الشارع وتحدث على كل بين فترة وأخرى نوع من الحراك، لكن فرق كبير جدا بين الرغبات والتطلعات وما بين القراءة المبصرة للواقع السياسي والمدركة كذلك لعملية الروافع الحقيقية على الأرض. ما الذي يمكن أن يجري التحول في دولة مثل الدولة السودانية؟ التاريخ السياسي السوداني كله كانت الثورات عموما نجاحها يتوقف مع، بالإضافة إلى ضخ الشارع وحركة الثوار والحشد الضخم جدا للشارع السوداني، كانت دائما تتوقف على اللحظة التي تنحاز فيها المؤسسة العسكرية إلى الشارع وإلى الثوار، حينها يقال بأن الثورة نجحت ويبدأ عملية التحول الديمقراطي. هنا على كل أعتقد أن اليوم الذي انحازت فيه القوات المسلحة في لحظة احتشاد الشارع أمام القيادة العامة، يمكن أن نسمي تلك اللحظة بأنها كانت، يمكن بغض النظر عن قضية ما حصل فيها وما كان يذهب فيه مشروع الهبوط الناعم، كل ذلك ندعه جانبا، لكن عمليا هي كانت لحظة تحول، كان بالإمكان أن تكون هي لحظة تحول لو تم صياغتها بشكل صحيح وتم رسم مسارها بشكل أيضا جيد. ولكن للأسف الشديد اللحظة التي تحولت فيها الثورة إلى إسقاط رأس النظام وقيادته وبدأ فيها عملية التحول عمليا، هنا جاءت القوى السياسية للأسف الشديد وأجهضت ما يمكن أن نسميه باللحظة الفارقة في السودان.